السلام عليكم خاوتي أزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفين أكزيزاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي حصة اليوم غادي نتكلموا على خبر كما يقولوا سيخرج للعلن لأول مرة. جبنا لكم أمر مهم ومهم جدا. للأسف كما شفتوا في العنوان، زلزال سيضرب الكرة الجزائرية بقوة، وفضيحة من سويسرا عالمية ضد الكرة الجزائرية، وهذا بسبب تهاون ولا مبالاة من أعلى السلطات إلى وزارة الشباب والرياضة إلى فيدراية العار. وهذه هي الذي لو طبق القانون العواقب ستكون وخيمة. هذا القرار اللي غادي يخرج نتكلموا عليه، نعطيكم حيتية تاعو إن شاء الله، غادي يخرج في على أقصى تقدير 10 أيام أو أسبوع أو 4 أيام أو 10 أيام على أقصى تقدير أو 2 سيمان ماكسيموم. قرار هذا القرار سيخرج بنسبة 99%. من هو المسؤول على هذه الفضيحة الذي سيسمع بها في الداخل والخارج؟ فضيحة هذه هي لما تبقوش القانون، وهذا الديسيزيون اللي غادي يجي ما فيها آلو تاع المستشار، ما فيها آلو تاع اللي قلنا، ما فيها تزكية من عند إصابة سيدي موسى، لا والو. اللي تشبه الملف الثقيل اللي قالوا لنا ملف ثقيل حضرتكم، هي والهوا كيف كيف مع هذه الهيئة اللي غادي تخرج لا ديسيزيون البروشان جو. نبدو لكم ما هو الملف. للأسف رومبو الرابطة اللي سيعرض الجزائر إلى مهزلة دولية، وبنسبة 99% المهزلة راهي في الطريق. علاش؟ انتخابات عم رومبو الرابطة بنسبة عدة نسبات ستكون مهزلة. لماذا تكون مهزلة؟ رومبو خويا ما عندي وين نروح بك يا رومبو خويا، يا حسرة رومبو خويا. قلت لك انا ما حكيتش كاع في الانتخابات تاعك، كانت الكأس العربية من جاتك شابة، ربي يسهل عليك. خدمتك مع عزين عراف، خدمت هذيك الخدمة الواعرة، حسبت روحها دائما، انسقت في عمارة الفاف المعين، تبع الرابحة انت بكري رومبو خويا، من بكري تبع الرابحة، رابحة تعطيها قتلة، ما عندي وين نروح بيك. ما هضرتش عليك ذاك الوقت في الانتخابات باسكو عصابة سي موسى كانت تخلط لك، ما كانوش باغينك تفوت، على خاطر عصابة سي موسى سكت. قلت انا الرابطة ما غاديش ما تيغاس با، باسكو الرابطة منحرفة تبقى منحرفة الى وينتا. رومبو سيلتحق بعمارة الفاف في هذه الايام، سيلتحق به ويدخل التاريخ، مزبلة التاريخ من اوسع ابوابه. لماذا؟ نجي لكم كرونولوجي غير بالشوية. قرار اللي غادي يجي يخرج بعد اسبوع، قرار غادي يجي من لوزان 100%، معلومات رسمية من مصادر موثوقة. وجدنا استبصرنا في سويسرا وعطاونا بعض المعلومات، غادي نتكلموا عليها في الفيديو ان شاء الله. عما في نهاية عهدة رومبو الرابطة قعد زاتشي دخل في اللاقانون ودخله في اللاقانون وزاد له عام انتيريم ولا سيبا ولا طاح كونفونسيون انديريكت، مضرب فيها عام ونص بوضعية غير قانونية، رغم أعضاء المكتب الرابطة تاعها راحوا. والطامة الكبرى، استفسرت مع أعضاء مكتب الرابطة الآن، استفسرتهم على هذه القضية، ما قاد بين ولو أورشو ما حية ما قاد بينهاش. رومبو الرابطة دار أن بيرو فيديرال وطاوه فتوى، عطاها لها الأنوش تاع أوكالي وبن حمزة المراهق الطبيب تاع الهويش، عطاه فتوى باللي لجنة الترشيحات ديرها ناس أكفاء، دي جيريس محاميين، ديرها باسكو كاين تكييف القوانين. رومبو الرابطة بسبب جهله
وراسهم قاري إن صاع معهم، والنتيجة ستكون بعد أيام. في ذاك الوقت المبوطح خشين، ودار هاد لا كوميسيون إلكترال، دار مسيو فيلالي جوريست ماشي مومبر في لاسومبلي جينيرال، دار صاحبان جوريست نومو ماشي مومبر في لاسومبلي جينيرال، دار دريوش جوريست ماشي مومبر في لاسومبلي جينيرال، دار براهميه لو كود الكتورال تاع لافاف يقول في الارتيكل رقم 3 برينسيپ دو باز لي مومبر دو لا كوميسيون الكتورال سون مومبر دي لاسومبلي جينيرال. لي ثلاثه برومي قال الثلاثه الاولين اللي حضرتكم ماهمش مومبر. القانون تاع الانتخابات تاع الرابطه يقول لجنه الترشيحات تكون من اعضاء الجمعيه العامه وهي اللي تفوتي عليها. هذه ما دارهاش. جاب هذا اللجنه وخدم معهم الخدمه، ما كان لا جوريس في الجزائر ولا سموها المعرفه، كور وعطي العور، كور وعطي العور، عز الدين عراب ريفيزاو له الدوسي تاعه وقالوا له بلي نتايا عندك انت راك مساهم في سطيف ومساهم في مقرا ومنا ما عندكش الحق منا، ورومو دخل كوم ان كونديدا اونيك، دخل وحده لعب حميده ورشام حميده ودخل. اخويا انا وين نروح بك رومو؟ لا غالبا الملف طاح بين يديا، ما عندي ما نكفر عليك، اللي راك متخبي راك ساكت. وي وهاد الايامات ابني يا خاوتي. والحاجه اللي طامه الكبرى اعراب قال باللي راكم حقرتوني وغادي نروح للطاس. راح للطاس علي بوك، ماشي علي بوك، العام اللي فات راح، والطاس تاع الجزائر مسيسة تاع تتمشى بالاوامر اللي في زاوله الدوسي. هذا الطاس ماش ما تحشمش على عرض، هذا الطاس تاع الجي دائما تلفزيو تديروا الامور السياسيه من بعد لوزان تعطيكم تعطيكم الراس. ما اللي في زاوله الدوسي قال له بلي انت ما عندكش حق ترشح باسكو روبو والعصابه وعمارة الفاف خادمينها. اللي في زاوله الدوسي اعراب قال لك انا نروح لوزان. انا قلت اعراب راه يزعق، ولكن الحقيقه اعراب راح للطاس. اللي نحييك هذا المنبر على شجاعتك، وخسرت دراهم كبار، خسرت 20 يورو حطيتها في الطاس، ودرت انا افوكا من سويسرا وحطوا القضيه في الطاس. مين حطوا القضيه في الطاس؟ درسوها، راحوا لافوكا تاع اعراب ركز على نقطه باللي لجنة الترشيحات ما راهيش من أعضاء الجمعية العامة. الطاس بعتت الفيف لافاف وبعتت الرومبو تاع الرابطة مدوار وقالت له باللي ماذا بك أعطيني هاد العفسة، كيف هذه تاع لجنة الترشيحات. قعدوا يتهربوا طاحوا في مغزق، وعرف الدوسي عطى لي ستاتي تاع لاليك وعطاهم كلش باللي إليق يكونوا من أعضاء الجمعية العامة. يجاوب منا ما يجاوبش منا، طولوا على لجنة الترشيحات، طولوا عليها 100%. من طولوا عليها رومبو تلفت لها قاعدين داروا فتوى من عندهم باصاوا رواحهم. شي بعثوا لهم، بعثوا لهم بروجي تاع تكييف القوانين، بعثوه للفيفا. احنا عندنا بروجي وبهذا البروجي درنا انتخابات الرابطة. هذا بروجي هذا راه ممهد ماشي فاليدي مع عند الفيفا، باصيت رواحكم شافوه شبعوا عليكم ضحك. حكيت مع واحد وقرب من المحكمة تاع لوزان قال لي رانا شابعين ضحك، قال لي انتم الدولة مشيت قانون الدولة انتم باش تتكلموا. قلت والله ما شابع نقول لك. ها بعد سقطة قسامة ملف تاقيل، رحنا عمارة الفافي استقال لم يستقيم ما يطبقش على القانون، جينا هذه تاع رومبو. باش يكون في علمكم يوم 23 ماي اخر جلسه تاع لافان تاع لي لافان، وبعدها بكالكو جوغ او ساعات سينطق بالحكم النهائي. وحسب مصادرنا من الطاس والمحامي تاع عرب القضيه سيربحها 99% والطامه الكبرى ستلغى انتخابات الرابطه بنسبه 99.99%. انتخابات الرابطه تلغى نهائيا ورومبو يدخل مزبل التاريخ. هذه هي الدولة اللي ما تطبقش فيها قوانين، سكوت تام من انا هذه لا ديسيزيون ما تخرج، راهي رايحة الخروج بنسبة كبيرة. ضمون الاستقالة تاع وزير الشباب والرياضة، ضمون الاستقالة كاع الناس، عمارة الفافرة في الزبل. هذه ضربة موجعة للكرة الجزائرية، ما على بالناش وين غادي تروحوا بينا، بهدلتونا قدام الناس، ما عندنا ما نديرو،
الطامة الكبرى اللي كان سكرتير مع روبو بوسافر مراد، كان يخدم في الطاس جيريست وعفس على القوانين. والنهاية راكم تشوفوها، النهاية ستكون مأساوية. وأعضاء المكتب الرافضة تاع روبو بروموسي تان زوايل شتو استقالة تاع جياسك، استقال على جال هذاك القرار تاع الويكلو، على بالي بلي روبو راك انت راك تقوم بالتعيينات تاع الحكام. وشفنا هذاك الزاوي تاع كي دار تيخال بيشن غادي يسكر فيه في الهداف. باش يكون في عندكم يا خوا قرارات الطاس تاع لوزان في قانون الفيفا في ليستات الفيفا تتابليكا 100% بدون طعون تنفع. صرات لنا ما حداش في لافار تاع القبه ما خلاوهاش تطلع وطلعتها الطاس وقرار طبق 100%. وصرات لنا مع اليوزما تاع الديربي وسبته ورومبو وطبق القرار. هذه هي انا داخلين في حيط و شنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. رومبو في حالة 99% انتهت انتخابات الأخلاقيين ممنوع تترشح. ماذا بيك خوي شالي تاع كلاب دي بان وروح دير لي فاكونس تاعك في تنس ولا روح شلف فوت سيرفيس ميليتير تاعك. هذه هي ما عندي وين نروح بيك رومبو. لا غالب اعراب راني معاك 100% عرب قانون في تطبيق القانون راني معاك. كنا على بالي بلي رومبو لعبتها رجله وتبع لي في الاخر كونفونسيون وتبع فيها مارا وتتنزع على الناس. ها النهايه، النهايه بفضيحه. ها جاتك الضربه مين ما تعرف لهاش، عرب خرج راجل وحط فيها 20 ميل اورو. ولي علمكم ال 20 ميل اورو ترومبورسيها له لافاف ترومبورسيها والمحامي تاع سويسرا شبع ضحك عليكم قال لكم راكم كوندانيتو عمركم بديك الوثيقه بروجي كوندانيتو عماركم بدي الوثيقة أملا الخلاص غادي يقع لي روتور. ما عنديش وين نروح بكرم بخوة كما تودين وتودان. عجبكم بريستيج عجبكم لي زوتيل عجبكم الحياة، النهاية ستكون بالضربة القاضية مزية تلحق عمارة الفاف. إن شاء الله يجي رئيس اتحادية محنك وتجي رئيس رابطة محنك. بوركوا با اعرابي عاوز يترسح نستعرف بي سي تانون دو برانسيب انسان شبعان جاب حقه. هادو هما الرجال اللي نحبهم اللي تكون عندها مبادئ ويجيب حقه. وراني معاك مسو عرب والله ما نعرفك ما عندي اوكان رولاسيون معاك بصح راني معاك. كمل لو 23 روح لسويسرا وحضر الجلسة وجيب لنا لا ديسيزيون وبعثها لنا وحنا نبيبلوها ان شاء الله. تحية لكم. رومبو راح الغالي راح ينعس راح.